مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم، صباح الخير. في هذا العدد الجديد من حصة في رحاب جامعة جلمة، والذي يأتيكم بدءا من اليوم، يوم الثلاثاء في حدود الساعة 10 أسبوعيا، بدل يوم الاثنين عند حدود الساعة 4 مساء. مستمعينا الكرام، نسعد باستقبالكم في حصة في رحاب جامعة 8 مايو 1945 بجلمة، ونسعد أيضا باستقبال ضيوفنا الكرام في هذا العدد للحديث عن موضوعين لهما صلة مباشرة وغير مباشرة ببعضهما البعض. الأول يتعلق باستكمال الموسم الدراسي وتقييم للفصل الثاني من السنة الجامعية 2019-2020، وأيضا للحديث عن البروتوكول الصحي عن الإنفلونزا الموسمية والشائعات التي تدار حول كثرة هذه الفيروسات وما إلى ذلك، مع طبيب جامعة 8 مايو 1945 بجلمة. قبل ذلك مستمعينا الكرام، نعرج على آخر الأخبار التي أدرجتها جامعة 8 مايو 1945 بجلمة على صفحتها الرسمية للفيسبوك، وكذلك على موقعها الإلكتروني، في سياق استكمال إجراءات التسجيل لحاملي شهادة البكالوريا برسم 2020-2021، حيث وضعت الجامعة فيديوهات تعريفية وإعلانات شائعة لمختلف هذه العمليات، حيث جاء الإعلان إلى حاملي شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020-2021 بعد استكمال كل الإجراءات والحصول على قرار التوجيه إلكترونيا، مع العلم أن جامعة جلمة اتخذت على عاتقها أن تكون عملية التسجيلات إلكترونية يعني 100% إلى غاية، كما أشار إليه رئيس الجامعة البروفيسور صالح الزيتون مرات عديدة في خلال استقباله أو هنا بإذاعة جلمة أو على مستوى الجامعة، حيث أشار إلى أنه كل التسجيلات ستكون إلكترونيا إلى غاية التحاق الطالب فعليا وفقا للموعد الذي ستحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدخول الرسمي للجامعة، حيث ستتواصل عملية استقبال الطلبة في إلى غاية 18 نوفمبر من الشهر الجاري. قلت كذلك مستمعينا الكرام أن الجامعة كانت قد ضمنت منصتها الرقمية الفيسبوك بمجموعة من الفيديوهات التعريفية التوضيحية والتفصيلية لكيفية التسجيل خاصة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، حتى يتسنى لهم إتمام عملية التسجيل إلكترونيا على أكمل وجه، كما أنها وضعت تحت تصرفهم البهو التكنولوجي لكل الاستفسارات والإنشغالات التي يمكن أن يطرحوها إلى غاية 18 من شهر نوفمبر الجاري. وأشارت الجامعة أيضا إلى أنه يعني في موضوع آخر يتعلق باختتام فعاليات نادي البحث عن الشغل، حيث نظم دورة تدريبية تحت مسمى البحث عن وظيفة استغرقت مدة 15 يوم كاملة، كانت نهايتها نهار أمس. هذه الدورة كما أشار النادي تحت مسمى البحث عن الوظيفة، وهو الشغل الشاغلي كل حملت الشهادات من خريجي جامعة جلمة، حيث تمت العملية على مستوى قطب الابتكار والتشغيل بالمجمع السوداني بجامعة بجامعة 8 مايو 1945. كذلك حظيت جامعة جلمة مؤخرا بزيارة وفد من وحدة البحث والتطوير في وسائل الحركة للناحية العسكرية الخامسة، وذلك في إطار التعاون والتطوير التكنولوجي. إذن مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا، نستقبل وإياكم الأستاذة الربحية كمال رئيس قسم البيئة وهندسة المحيط من كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون. أهلا بكم أستاذي الكريم. أهلا سيدتي، مرحبا بك وبضيوفك الكرام. شكرا لكم على كرم القبول يعني دعوة جامعة جلمة ونزول ضيفا على أثير إذاعة جلمة. كذلك نرحب مستمعينا الكرام بطبيب جامعة جلمة الحكيم غاتشا،
للحديث معه عن آخر المستجدات لتنفيذ البروتوكول الصحي على مستوى فضاءات جامعة جلمة. أهلا وسهلا بكما. شكرا سيدتي. عفو الحكيم. إذا بداية المستمعين الكرام نتوجه بحديثنا إلى رئيس قسم البيئة وهندسة المحيط الأستاذ ربحية كمال للحديث عن آخر اللمسات أو الرتوشات لإنهاء الفصل الدراسي من سنة 2019-2020 كعودة للوراء إلى عملية التحضير لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة والدراسة النظامية الحضورية، ثم تبعتها أسبوع أو تبع أسبوع من إجراء الامتحانات وإنهاء الموسم. كيف تم على مستوى قسمكم والكلية بصفة عامة؟ شكرا على هذا السؤال المهم. بالرجوع إلى قليلا إلى الوراء ولحوصلة كيف وصلنا إلى إتمام السنة الجامعية 2019-2020، نجد أنه بعد ما اجتاحتنا الجائحة تقرر إجراء مرحلتين للدراسة. المرحلة الأولى كانت عن طريق الخط، عبر خط أو أونلاين، تمتد من 23 إلى 21 أوت 2020، وتمت باستعمال الدروس على الخط وباستعمال القسم الافتراضي وتقنيات التحاضر عن بعد. هذه المرحلة الأولى. وبعد تحسن الوضع تدريجيا هناك فترة ثانية تسمى بفترة الدراسة حضورية، هي بدورها انقسمت إلى ثلاث أفواج، وهذا حيث تساعد في التباعد الاجتماعي بحيث أنه ما نستقبلش كل الطلبة. تقليل الحضور. نعم، تقليل الحضور يكون التوزيع على الأماكن يكون بشكل سلس. إذن تمت تقسيم ثلاثة دفعات، كل دفعة تقوم بالدراسة إلى مدة أسبوعين، وفي الأسبوع الثالث تجري فترة امتحاناتها. طبعا كل هذا كان يرافقه عدة أمور، وهي خاصة مراقبة الإجراءات الخاصة بمحاربة وباء كورونا، وهي التباعد، مراقبة ارتداء الكمامات، التعقيم إلى غير ذلك. وبفضل هذه الجهود تمكننا من اختتام السنة الدراسية، حيث أن كل طلبة الماستر 2 قاموا بمناقشة مذكراتهم، والآن لم يبقى لنا إلا تخصصات على مستوى كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، تخصص واحد فقط وهو تخصصات الماستر. الماستر واحد لضم 199 طالب، وهم الآن على آخر مرحلة وهي مرحلة الاختبارات. نعم أستاذ، يعني كل الإجراءات يعني تمت على مستوى قسم البيئة وهندسة المحيط يعني لغاية الساعة. كتقييم أستاذ للعملية ككل، يعني بالنسبة لكم على مستوى القسم كيف شفتوها؟ يعني مدى احترام البروتوكول الصحي خاصة من جانب الطالب، لأنه هو يعني صلب الموضوع كما نقول. في هذا الصدد أول شيء نشكر السيد عميد الجامعة، عميد الكلية، على العمل الحديث، خاصة في الشيء الذي يصب في الحفاظ على طلبة. لأنه كان بفضل مسؤولي الكلية دائما يحثون على مصلحة الطالب ومصلحة الأستاذ. العملية نستطيع أن نقيمها بأنها ناجحة. لماذا؟ لأنه استطعنا أن نحقق الأهداف اللي سطرناها في البرنامج تاعنا تاع الدفعات والحفاظ على صحة نظام التفويج ومراقبة عدم العدوى بين الطلبة بين كذا. لحد الآن لا توجد حالة إصابة، أو نقول حالة نحن لسنا براضين عنها. والهدف وصلنا له، حيث أنه كما قلت لك سابقا استطعنا أن بفضل الله
أنه نصل إلى اختتام السنة الدراسية دون أي خسائر بشرية ولا غيرها. الحمد لله. يعني أستاذ روحيك والتدري عفوا تحضيراتكم يعني لاستقبال الموسم الجامعي الجديد يعني 2020-2021 ما هي آخر يعني المستجدات على مستوى القسم؟ طبعا نحن ننتظر اختتام دورة واحدة فقط وهي دورة الامتحانات الاستدراكية. نعم. بعدها والتي ستكون استاذ ان شاء الله ستكون اخر يوم منها هو 26 نوفمبر 2020. ان شاء الله. اذا هي تمتد من 21 الى 26 نوفمبر 2020. بعد اختتام هذه الدورة راح تكون بين 26 الى 30 نوفمبر المداولات النهائية. المداولة النهائية تسلم بعدها مباشرة الشهادات لأصحابها الناجحين، وإن شاء الله آخر اختتام السنة الدراسية الجامعية السابقة هو 30 نوفمبر 2020. بعدها سنركز على فتح السنة الجديدة. ستكون هناك إجراءات أخرى إن شاء الله، الأشياء التي لم نقم بتحسينها أو سنستدركها في مع دخول هذه السنة الجديدة ستكون هناك. يعني أستاذ اكتسبتم خبرة يعني. نعم. من خلال. نعم خبرة. جائحة كيفية التعامل معها. نعم. ترتيب أموركم كلها. وحقيقة أنه في كلية علوم الطبيعة والحياة ما وجدناش صعوبة في التعامل مع الأساتذة ومع الطلبة خاصة اللي يعاونونا، لأنهم هما في دورهم بطبيعة تخصصهم هما في الطبيعة، هما يدرسوا فيروسات ويدرسوا. نعم. يعني هذا دراية تامة، عندهم جزء من الوعي وعندهم جزء من المعلومات وعاونونا هما في عدة أشياء. الحمد لله. يعني أستاذ الانتقال للموسم الجديد يعني فيها تخصصات جديدة ولا فيها حاجة يعني متميزة راح تفتحوها على مستوى قسمكم لهذا الموسم، ولا نذكر مستمعينا فقط الكرام بمجمل التخصصات المفتوحة على مستوى قسم البيئة وهندسة المحيط؟ على مستوى البيئة وهندسة المحيط لا توجد حقيقة تخصص جديدة، وإنما على مستوى الكلية هناك تخصص في كلية البيولوجيا في قسم البيولوجيا وهو تخصص في الماستر علم الكيمياء الحيوي. نعم. وعلى مستوى قسمكم أهم يعني التخصصات في خاصة في طور الماستر؟ في طور الماستر يتوفر قسم البيئة وهندسة المحيط على 4 اختصاصات وهي ما يسمى التنوع البيئي والمحيط، الصيدلة النباتية وعلم النباتات، إنتاج وتحويل الألبان أو الحليب، والميكروبيولوجيا التطبيقية. هذا فيما يخص الماستر. وعندنا هناك ليسونس تطبيقية أو مهنية احنا وهي ذات تسجيل وطني. نعم. تسجيل وطني ان شاء الله العام هذا هي سنه التخرج، سنه ثالثه ليسانس ان شاء الله. يعني تتوقع استاذ من خلال هذا ليسانس مهني انه يكون هناك اندماج يعني للطالب على مستوى قسمكم بسوق الشغل مباشره، ولا في علاقه مع مثلا مع البنات مع اي شيء يعني لربط الجامعة مباشرة بمحيطها الاقتصادي؟ أكيد، يعني هذا التوجه أو اختيار الليسانس المهنية أو التكوينات الجامعية المهنية أصبح الشغل الشاغل للطالب في هذا الوقت للجامعة. يعني نعم. من الوزارة تقول لأنه الطالب أصبح يهتم كما يقول بمصيره، يختار أقرب الطرق لمستقبله. فبفتح هذه التخصصات لقى فيها انه 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 يقترب من المهنيه اكثر. نعم. حتى ولو لم يكن يعني موعود بعمل، انه 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 قاعد يتعلم. نعم. التكوين تاعو فيه تعلم، يقدر يستقل بذاته ويفتح ورشه تاعو خاصه او يفتح مشروعه يعني الخاص. والشيء اللي زاد في جذب الطلبة لهذه التخصصات المهنية انه تحتوي على الكثير
أو العديد من بما يسمى الاستاج أو التربصات على مستوى المصانع، وتعاملنا مع شركاء اجتماعيين والصناعيين، وطلبة الآن رهم في استاج. نعم يعني هذا كله استاذ ربحية، حتى استراتيجية جامعة 1845 يعني وزارة التعليم العالي هي تركز كثيرا على الفكر المقاولاتي. نعم. كيفية التأسيس ولا إكساب الطالب من مرحلة الدراسة، بناء مشروع ولا وضع تصور أو فكرة لمشروع معين، حتى بعد التخرج يعني مش راح يصطدم بالواقع أنه ما فيش شغل ولا ما كانش يعني ذيك الأمور كل هو من اليوم يرتب أموره على أساس أنه بعد التخرج مباشرة عنده فكرة، لأنه الفكرة هي الأساس حتى يصبح مساهم في 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 مستقبله ومستقبل الجزائري ككل. نعم. يعني يعاون فيها في إضافة إضافة. نعم. في خاصة التوجهات الاقتصادية. نعم أستاذ. إذا أستاذ ربحية يعني ما زال عنا سؤال فيما بعد ما نتحدث مع الحكيم غدا، سنعود إليكم بعد قليل. مستمعينا الكرام، نحن دائما في رحاب جامعة 8 ماي 1945 في قلم.